حذاء مقابل قميص وهاتف محمول مقابل حاسوب نقال، شيء مقابل آخر. ببساطة هي فكرة المقايضة التي بدأتا نسمة وهبة في تطبيقها من خلال مجموعة على فيسبوك، ولاحقا تطبيق اجتذب 4000 من المقتنعين بالفكرة. الابلكيشن اصلا فور فري لاي حد وما فيش مقابل مادي لاي حاجه، هو انت بتعرض الحاجه اللي انت مش عايزها، بيجي لك عليها اوفرز، وانت كمان بتدي اوفرز للناس التانيه على حاجه عندهم عجبك. وعندنا زي رينج للسعر اللي انت اشتريت بيه او اللي انت بتقيم بيه حاجتك. طبعا طبعا التيم بتاعنا بيقبل او يرفض على حسب السعر ده مناسب ولا لا. وساعتها انت لما بتختار الرينج ده فبتقدر تختار اللي قدامك يكون نفس رينج الحاجه انت بتبدلها. لا يقتصر الأمر على تبادل المتروكات، ولكن ترى الشابتان في المقايضة وسيلة سهلة وبسيطة في ظل أعباء المعيشة، قد تسهم في ترشيد الاستهلاك وأيضا تبادل المنافع الكبيرة كالسيارات والعقارات وغيرها من الأشياء. افتكر ده الوقت بقى المناسب ان احنا نبتدي نغير طريقه تفكيرنا ونقلل استهلاكنا ونقلل استخدامنا للفلوس. يعني فكره السكند يوز وان احنا نستخدم حاجات حد استخدمها قبل كده او نقايض او نتخلص من حاجات احنا مش بنستخدمها ونقلل كركبتنا في البيت. في كمان اتجاه عالمي اسمه مينيماليزم، اللي هو فن البساطه وفن التخلي عن الحاجات اللي مش مستهلكه يعني اللي مش مستخدمه. فاحنا محتاجين نغير طريقه تفكيرنا عشان نواكب اصلا اللي بيحصل في العالم. آراء كثيرة في الشارع المصري تبدو مرحبة بالمقايضة، خاصة مع ارتفاع الأسعار. يعني في الوقت الحالي صعب انك تحصل على القرش، واخبار حضرتك، خصوصا مع الغلاء اللي احنا عايشين فيه، واخبار حضرتك ازاي؟ بس فطبعا هتبقى افكار كويسة جدا. يعني المميز اللي فيها ان ممكن يكون الفترة دي مثلا ما فيش ماديات او ما فيش مثلا مقابل مادي ان احنا نشتري الحاجة دي، فيبقى انت عندك حاجة انت مش عايزها في مقابل حد تاني عايز الحاجة دي، فانت بتعمل المقايضة دي. لا، حاجة كويسة. الفكرة هي كويسة مش وحشة، بس هو اصلا لما يكون وجه لوجه احسن من ان انا اسرح على النت والكلام ده. الفكرة التي يعرفها المصريون منذ القدم وتعاملوا بها لا تزال موجودة على استحياء في ريف مصر، ويمكن مع القليل من الثقافة أن تكون وسيلة مستمرة ومنتشرة، لكنها لن تكون بديلا عن النقود كما يقول متخصصون. أن المقايضة لن تكون بديلا أبدا عن النقود، لأن المقايضة لها الكثير من العيوب. على سبيل المثال تجزئة السلعة، من الصعب جدا تجزئة السلعة محل المقايضة. تقييم السلعة نفسه برضو من الصعب جدا تقييم السلعة نفسه عندما تتم عمليات المقايضة، ولكن هي طريقة سهلة وبسيطة بمناسبة ظهور تطبيقات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. فكرة المقايضة تنطبق على العديد من الصور، ليس السلع فقط، ولكن مبادلة الجهد والوقت والخبرة أيضا. ورغم أنها وسيلة بدائية، لكنها باتت تعود بشكل أو آخر ولو على نطاق محدود. أفكار مبتكرة أو مستعادة ربما تفرضها الأزمات، وقد تكون المقايضة إحداها، حتى وإن واجه استخدامها بعض الصعوبات تظل وسيلة يمكن تطويرها كما يقول متخصصون لتواكب ظروف المعيشة والاقتصاد، وإن كانت لن تغني عن النقود. هاشم مناع، الحرة، القاهرة.